السيدات والسادة على الحضور إلى ولايتنا البلاد الغازية بامتياز. وأنا مقتنع بأن أي عملية ناجحة عودا على بدء. مرحبا لأصدقائي إخواني زملائي سنتمكن بحول الله تعالى من خلال هذا اللقاء من تشبيك جهود كل الفواعل الشبانية التي تناغمت معنا وشاركت معنا في مختلف الفعاليات حتى نكون كتيار شباني يؤمن بالمشاركة. تعززت له هذه القناعة خلال 5 سنوات الماضية وخصوصا خلال 2 سنين التي عملنا عليها في المجلس الأعلى للشباب، والآن هو امتحان لنترجم تلك القناعة في الواقع عمل جماعي مع مختلف الفواعل والكوادر الشبانية التي آمنت واليوم ستفعل بحول الله تعالى وقوته وستساهم في تعزيز المشاركة الخاصة بانتخابات 7 سبتمبر المقبل بحول الله تعالى. الجزائر قائمة بشبابها، 75% شباب، ورانا نشوفوا فيهم راهم يديروا مجهودات جبارة في جميع الميادين، وهما إن شاء الله القوة الحقيقية للجزائر وهما مستقبل الجزائر.